ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد والتفاصيل مع سارة نجيب. شكرا لكم إلهام وهبة. مشاهدينا هذه جولتنا الاقتصادية لتاسعة، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، وشدد المركز على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي تموين وفروع مشروع جمعيتي، موضحا أنه يجرى شن حملات تفتيشية دورية على كافة الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. هذا ويتوافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 4 أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز إلى نحو 4 أشهر. أكد وزير البترول طارق الملهى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء لقطاع الطاقة المصري، وكان له دائما دور مهم ونشط في مختلف أنشطة البترول والغاز في البلاد. جاء ذلك خلال استضافة سفارة السويد ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية. وفد الاتحاد الأوروبي فعالية تركز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر تحت عنوان نحو العمل معا من أجل طاقة مستدامة. من جهته قال سفير السويد لدى مصر كوهان أمس جورد إن الطلب على الطاقة المستدامة في أوروبا يتزايد، ومصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة. فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام الخامس على التوالي بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنجاحها في جذب أفضل مشروع استثماري في المنطقة خلال عام 2022. وتسلم الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة الجائزة خلال ملتقى الاستثمار السنوي بالإمارات، حيث أكد نجاح الحكومة في تهيئة بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال، مما أدى إلى طفرة واضحة في جاذبية السوق المصرية. ألقى وزير الزراعة السيد القصير كلمة في الجلسة الأساسية رفيعة المستوى لمؤتمر قمة المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وأشار القصير إلى أن الدولة قد تبنت برنامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية في مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهادات المناخية. وأكد وزير الزراعة على دعم مبادرة الابتكار الزراعي داعيا جميع دول العالم للانضمام لها، خاصة وأنها تتكامل مع مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام لدعم ملف الأمن الغذائي خاصة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات لتقلص بذلك مكاسب قوية خلال الجلستين السابقتين في ظل حظر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، مما سيلعب دورا في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم إزاء أسعار الفائدة. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 75% ليصل إلى 46 دولارا و 76 دولارا عفوا و 43 سنتا، كما نزل خام غرب تكساس بنسبة 82% مسجلا 72 دولارا و 56 سنتا، كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى $2.35 للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.21% لتسجل $2.26 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أعلنت شركة أرامكو السعودية تراجع أرباحها خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بنسبة 19.25%. وأعلنت الشركة السعودية العملاقة أن صافي أرباحها بلغ 31 مليارا و 870 مليون في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقارنة ب 39 مليارا ونصف المليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام. نهاية جولتنا الاقتصادية التاسعة، والآن عودة مرة أخرى لهبة وإلهام. أشكرك سارة.